السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا دشوك اسكام رات سورة زلزال مشكو كوري مكستو كوربا ان شاء الله چلون شروع كوري دي جرا يخونا سبسكرب كورين ناي وبشوي امري چنل تي سبسكرب كوري فلون پیج ہوئے تک لئے فلو دي دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زل ألف زبر زا أكلي لمبوبة إذا زلزلت ال أي تاء لام كده ربي زلزلت ال إذا زلزلت ال أرض أرض زلزالها زلزالها زالام زر زل أي زي زا غلو آسه أقول لكم تو زا اكتو چاب دي اچھرن کرتے ہو بے إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها جهون پیتی بھی تر کمپنے پر کمپیت ہو بے وَأَخْرَجَتِ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَرْضُ أَسْقَالَهَا أَسْ ایدھے ساٹا سیٹا پتلا ہو بے اتا سا اسقالها واخرجت الارض اسقالها جخون شیطر بجب بیر کر دے بے وقال الانسان ما لها وقال ال دیکھیں মানে জবরের বাম পাশে খালি আলিফ মাদার হরফ একারে টান দিতে হবে ওয়া ক্বালাল ইনসানু নুন সাকিনের পরে সিন আর সেখ পা হইছে এইজন্য গুণনা করতে হবে ইনসানু মালাহা وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها এবং মানুষ বলবে এর কি হলো يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تنبينر پورے تا سے خفا ہو بے خرون تا حلو فرق کر يومئذ تحدث أخبارها أخبارها روٹا پر ہو بے يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها شدين شتار بيتن تبرنا نكربي بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن أي نون ساكنر پورے گننا ہو بے بأن ربك أوحى لها خراز ہو برے قریب تند لام کارون اپنار پالن کرتا تھا کہ آدش کر بین يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس دیکھیں گننا ہو بے تنبینر پورے یہاں سے ادگام مال گننا ہو بے يومئذ يصدر
يحذر الناس أشتاتا ليروا أشتاتا ليروا أعمالهم أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রবাস প্রকাশ পাবে যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয় ফামাই ইয়ামাল মিসকাল যাররাতিন খায়রান ইয়ারাহ ফামাই ইয়ামাল নুন সাকিনের পরে আসছে গামে মাল গুণনা হবে গুণনা করতে হবে ফামাই ইয়ামাল মিসকাল مثقال ذرة ذرة خيرا يره خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره অতঃপর কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে ওয়ামাই ইয়ামাল মিসকাল যাররাতিন শাররান ইয়ারাহ ওয়ামাই ইয়ামাল মিসকাল যাররাতিন ওয়ামাই ইয়ামাল مثقال ذرة شرا يره دخن تنبين ير پوره شين اشتر اخفر اکر اتب كنا هو بي ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره এবং কেউ অনুপরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে প্রিয় দর্শক আজকে এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু